بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حندير معكم أسهل طريقة لصنع الكوكا. نبدأ على بركة الله المقادير مع طريقة التحضير. عندنا في بول كبير نحط حوالي 1 كيلوغرام فرينة، نصف ملعقة كبيرة ملح، ملعقة كبيرة سكر. نخلطه كلش مع بعض كما راكي تشوفي. نضيف حوالي 125 غرام ماغارين طرية، نحاول ندخلها مليح في الفرينة ثم نلمها بالماء، الماء عادي. لاحظي، نضيف الماء ونلمها حتى تتلم وتكون عجينة طرية. الماء نضيفه غير بشوية. لاحظي بعد ما لميتها كامل العجينة راهي طرية. لاحظي القوام. هنا نغطي عليها ونخليها ترتاح حوالي ساعتين او اكثر. لاحظي بعد مرور ساعتين رشيت الفرينة على الخامة تاعي، حطيت العجينة، نبسطها مليح بالحلال، لازم تكون رقيقة على هذا الشكل. نأخذ 500 غرام ماغارين لابيل او ماغارين صور، اذا كان عندك ماغارين توريق يكون احسن. نحطها على كامل العجينة تاعنا كما راكي تشوفي، ونحاول نطوي الطرفين على بعضهم كما راكي تلاحظي. طريقة سهلة جدا هذه الطريقة يا البنات، ناجحة ومجربة. نلفها على شكل رولي ونحطها في كيس بلاستيكي ونخليها ترتاح حوالي ساعتين او اكثر، او حتى يمكن تبات ليلة كاملة. لاحظي معايا الصور على هذه الطريقة. تبعي فقط طريقة وأكيد راح تنجحي فيها. لاحظي بعد مرور الوقت خرجها من الثلاجة. هنا عندي كمية كبيرة، كيلوغرام، نقسمه على 2. لاحظي التوريق، مورقة وناجحة 100%. نستعمل النصف الأول. لاحظي معايا، نحاول نبسطها مليح تكون العجينة رقيقة على حسب السنيوة اللي عندي. العجينة كي تكون مرتاحة مليح تقدري تتحكمي فيها كيما تحبي. لاحظي ندورها على الحلال ونحطها على السنيوة تاعنا. في نفس الوقت نكون مسخنة الفرن على 200 درجة مئوية. لاحظي نحاول نسقمها مليح حسب السنيوة تاعنا. نكون محضرة صوص طماط، صلصة الطماطم، وتكون باردة. بهذه العجينة نقدر نخدم عدة كيفيات: بيتزا كوفيرت، كوكا، سوفلي، ليمونشو. نبسط العجينة الثانية لنغطي بها الكوكا تاعنا. نحاول نشكلها على شكل مربع حسب السنيوة وتكون رقيقة كما راكي تشوفي. لاحظي معايا، نلفها على الحلال، نحط الصلصة تاعي في وسط العجينة، نحاول نسقمها مليح. ضروري يا البنات تكون الصلصة باردة، ونرشها بالفرماج، فرماج غابي. وهنا الحشو اختياري، حبيت تضيفي دجاج او لحم مرحي، فيونداجي، تونة، خضروات كيما تحبي. نغطيها بالعجينة الثانية. لاحظي ونحي الزوائد، نسقمها مليح، نقطع الزوائد بالموس. لاحظي نسقمها مليح ونطرسيها فقط بالموس بالسكين. لاحظي معايا، ما نقطعوهاش للتحت، فقط نطرسيوها
والحجم اختياري، حبيتي حبة الكوكا تاعك كبيرة أو صغيرة. نزينها بالزيتون أسود ونطليها بصفار بيضة زائد ملعقتين حليب. ندخلها الفرن حتى تتورق وتطيب من تحت وتحمر من الفوق. هذه النوع الثاني أو الشكل الثاني من البيتزا أو الكوكا. لاحظين نحط صلصة الطماطم، نسويها مليح على شكل دائري، نغطيها بالعجينة الثانية. لاحظي معايا، نرش عليها فرماج رابي ونغطيها بالعجينة الثانية. كما قلت لكم الحشو اختياري. بالحلال نقطع الزوائد، لاحظي ندهنها مليح بصفار البيض، نطراسيها على شكل مثلثات، نزينها بالزيتون الأسود وندخلها الطيب. هذه العجينة يا البنات مورقة وناجحة، وتقدري تخدمي بها كما قلت لك عدة وصفات. لاحظي معي بعد ما طابت نقطع لكم مرص وهي سخونة، ما شاء الله راهي حميمرة ومورقة مقرمشة. جربيها أكيد ما كيش حتندمي، راح تفرحي بها، وسهلة في التحضير خاصة العجينة، مش راح تعبك. لاحظي معايا مازالت سخونة ما شاء الله، لاحظي التوريق ومقرمشة ورايحة تعجبك أكيد. الشكل الثاني لاحظي التوريق تاعها من الداخل ما شاء الله، فرحي بها أولادك زوجك. تقدري تحضريها للعشاء، وجبة عشاء خفيفة أو الغداء. وهذا النوع يحبوه بزاف أفراد العائلة. والآن ما بقى لي غير نقولكم السلام عليكم.